كاب اف ام الكلمه ليك. رئيس كونيكت انترناسيونال فوالا باش نحكيو على رئيس الحكومه اللي يلتقي بالمكتب التنفيذي لكونفدراليه مؤسسات المواطنه التونسيه. كان تحكي لنا شويه شنو هي الموضوع بالضبط. ان شاء الله منزل مبروك ساعه يعيشك وكذا فيك عايشك. الاستوديو سونت اغريابل ان شاء الله. مبروك الكاب اف ام، مبروك تونس، مبروك لو موند دي ميديا تونيزيان. بلال جابهم لنا الاستوديو هذوما. هيلي اون اون بيل فيو. لا نيجي هيير سوار، سي دو بون اوغور. في تونس فين الثلج؟ والله صبح في كمرت انا بحذايا صبح. بربي اه بون متاكد؟ صبحت الدنيا الكل مثلج صور داير. هذه معلومه خطيره هذه. صب الزلج كثيره كثيره برشا. شنو سيود قص الضوء زاد قص الضوء. لا هذا قص الضوء خلينا استر ما استر ربي الضوء مش مشكله كان عادي ويقص حتى في. لكن متاكده ثلج مش الجديده هذيك مش الجديده ثلج 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 خارق العاده والله شيء يعمل كيف. فوالا شكرا على الاستضافه. كما كنت تقول الاخ بلال استقبلنا رئيس الحكومه كمكتب تنفيذي للكونيكت كونفدراليه مؤسسه المواطنه. كما تعرفوا هي منظمه اعراف. كان اللقاء شيق ومهم. كانت فرصه لينا باش نقدموا له معناها شنو مشاكلنا ومشاغلنا في عده قطاعات وعده جهات. كانوا حاضرين معنا معناها ممثلين من جهات من مهديه من سوسه من سيدي بوزيد من مدنين زرزيس اعضاء مكتب التنفيذي ككل. الحقيقه كان لقاء هي قدمنا مشاكل للمؤسسه التونسيه. تحدثنا عن الصناعه وما ادراك ما الصناعه. مشكل الصناعه كما تعرفوا للصناعه التونسيه وقع تاسيسها وبعثها في السبعينيات واواخر الستينيات بقانون حافز جدا قانون لوا 72. واليوم الصناعه قاعده تشكو من صعوبات كبيره كبيره جدا. فتسالنا فماشي ان بلان داكسيون دو سوفتاج دو لاندستري تونيزيان. سالنا رئيس الحكومه نيويشي يمنع الصناعة التونسية اللي هي قاعدة تشكو من صعوبات وصعوبات كثيرة من ناحية الكومبيتيتيفيتي من ناحية المارشي باراليل من عدة نواحي. هذه نقطة. النقطة الثانية اللي تحدثنا فيها في ميدان الانترناسيونال نتحدثوا برشا على الدبلوماسي ايكونوميك. الدبلوماسي ايكونوميك باش ما تكونش شعار احنا تو نشوفوا فيها هي شعار. علاش هي شعار؟ خاطر ما ثماش استراتيجية ما ثماش امكانيات ما فماش رؤيه واضحه. معناها البودجي نتاع المينيستير دي زافيغز اترانجير قاعد يتقلص كل عام يزيد ينقصوا منه. كيفاش نجمو نعمل دبلوماسيه ايكونوميك وقت البودجي ينقصوا؟ معناها مش ممكن. فاحنا ككونيكت انترناسيونال معناها هذا شيء مهم ومهم جدا. والسيد رئيس الحكومه باش يعمل بعثه رسميه للسودان والنيجر وبوركينا فاسو باش نكونوا مرافقين وفد مهم مرافق له. هذا شيء ايجابي. الحمد لله تونس معناها تحركت في ميدان هذا. نعرفوا البلدان تهبط بكل ثقلها كما تركيا كما المغرب كذلك تهبط بكل ثقلها. وتونس قعدت متاخره في الميدان هذا. وهذا شيء معناها احنا معناها نطالبوا به. وفي البعثات الرسميه الاقتصاديه ديما نطلبوا باش يرافقونا وزراء. كما كنا تنقلنا اخيرا في مالي قبلونا اربع وزراء من مالي واربع وزراء قراوا في تونس يحبوا تونس وما رافقنا حتى وزير. وهذه الحقيقه معضله. دعيتوا الحكومه كنا دعينا في الحكومه السابقه كانت مش من الاولويات. لكن توا نشوف في الحكومه هذه الاولويه الاقتصاديه واضحه جموع معنا. وبالعكس منيا كي يمشي رئيس حكومه الجمهوريه ولا وزير للخارج يمكن زياره رسميه ولا زياره قوه ولا تعاون يهز معاه دي شي دونتربريز في تونس عندنا لا كولتور هذايا والتقليد هذايا احنا هذايا ندعيو له يعني اليوم موجود ولا هذا ولا اليوم ماشيين له قالوا ثم ان سيلول دبلوماسي ايكونوميك باش يقع بعثه في وزاره الخارجيه. شكون فيها هذه السيلول دبلوماتيك؟ يندرى فيها دبلوماسيين معناها متضلعين يندرى فيها اقتصاديين. سمح لي باش يعملوا سيلول ايكونوميك في وزاره الخارجيه. لا دبلوماسي ايكونوميك دبلوماسيه الاقتصاديه. وين يبعثوها في انا بلاصة؟ في وزاره الخارجيه. سمح لي نحب نسالكم سؤال معناها هو كتاب يا اخي ما عندناش احنا. لا ما عندناش شيء جديد. ما عندناش خليه. انا في بالي دبلوماسيه اقتصاديه في وزاره الخارجيه. سيلول كامله معناتها تدخل سيلول كامله. كل شيء فما شخص لاهي اما سيلول كامله هذه. سيلول كامله
وهذا شيء هذا نقص هذا كان شو هذا نقص يا اخي اش قاعدين نعملوا نقص في العلاقات بلاد جديده يا اخي ايش بيك بوري اخي بلاد جديده لو لا مش شو بلاد جديده يا اخي الدبلوماسيه الاقتصاديه هذا مفهوم قاعدين نكرتوا عليه عندنا سنوات تطلب علينا تطلب علينا باش باش تبدا خليه جديده بلاد جديده عايشك مثلا الادوات الادوات السنويه بتاع السفراء والنبهوهم اولويتكم هي العلاقات الاقتصاديه اولويتكم هي البحث على اسواق لتونس اولويتكم هي دعم المبادلات الاقتصاديه بتاع تونس اولويتكم هي كذا وبعد تقول لي ما عنديش خليه اقتصاديه شكون اللي باش يرافقوا السفير باش يخدم الخدمه هذه الجانبيه انا كنت ذكر نقرا في فرنسا فما في السفاره نتاع تونس في فرنسا فما مستشار اقتصادي كان موجود من قبل ايوه هذا موجود في السفارات الكل مثلا ما نعرفش فكل الاربع كعبات السفارات اللي عندنا في افريقيا موجود مستشار الاقتصادي اليوم الناس كل العالم كامل يقول لك افريقيا افريقيا ننبحوا على افريقيا ورا افريقيا هي هي المستقبل ها الاستاذه تقول لك مشينا فهمتي معناها وفد كامل فهمتي في زياره لحد البلدان الافريقيه ما مشى معنا حد توا الحقيقة نكونوا إيجابيين ونباركوا بالإنيسياتيف هذه نتاع سيميل دبلوماسي إيكونوميك وكما قلت لكم السيد رئيس الحكومة باش يعمل بعثة رسمية باش يمشي مع رؤساء وأصحاب مؤسسات النيجر وبوركينا والسودان هذا شيء طيب معناها اللي نلاحظوه كون المؤسسات التونسية في إفريقيا شو يقولوا؟ يقول تقول لك المؤسسة التونسية أنا الكونكورون تاعي مش لا سوسيتي تورك مش لا سوسيتي ماروكان ليتا تورك معناتها تنافس فيها ليتا تورك بكل ثقلها وليتا ماروكان بكل ثقلها خاطر هو ليتا تورك ليتا ماروكان وراء المؤسسات وراء المؤسسات بالضبط معناتها فكره تريبل معناها مهمه هذه وقلنا له بلغنا له المساج هذا وكان معناها ساغي كل الاصغاء وكذلك تحدثنا على الانترناسيوناليزاسيون دو لونتربريز احنا نقولوا للمؤسسات التونسيه امشيوا للخارج امشيوا لافريقيا انتصبوا استثمروا كيفاش باش يصير عندنا بنوك معناش بنوك عندنا دي فينانسمون معناش دي فينانسمون على النقلات الجويه واللوجيستيك باش تهزهم الغادي اون بلوس لا كيستيون دو لا دوبل امبوزيسيون ريست بوزي معناها ان انفستيسور كي انفستي ان كوت ديفوار الى تونيزيان الى امبوزي ان كوت ديفوار اي ان تونيزي الاتفاقيات ما وقعش امضائهم تحيينها امضائهم وتحيينهم تحيينهم ديجا معناها لي سول بيي لي دوبل امبوزيسيون معناها مفعله هي الكامرون والافريك دو سود بون جو فوا مال اون انتربريز تونيزيان تانستالي ان افريك دو سود او كامرون يانا دونك تحدثنا لكن الساعه الحاج معناتها مناخ عمل ممتاز اليوم والساعه الحاج اليوم تسامبوز كوم ان بيي مطلوبه مطلوبه فلازم معناتها نحينوا لي كيستيون دو دوبل امبوزيسيون كذلك على شرط بربي الكوت ديفوار وزير الدفاع يخلص الشهري نتاع الجماعه المتمردين عليه لا يمت هذي فما تمام في الكوت ديفوار لا يمت هذي كذلك تحدثنا على نقطه مهمه هي صوره تونس في الخارج صوره تونس في الخارج حتى حد ما قاعد يعمل عليها لي سول هما لي تيرورست قاعدين يخدموا بصفه مهوله على صوره تونس ناشطين برشا والله ناشطين اكثر من الناس ما فماش ان كونتر بوا ما فماش شكون يعطي صوره مغايره ما فماش صوره تونس قاعده تعمل تحدثنا شويه على تونس في تونسي 2020 كانت فتره وجيزه لكن ما بعد 2020 بالضبط ما بعد 2020 لازم عمل متواصل لا تي سي مواصل ربي كنت ابو سلمي بعدها من قدام الذي يقولون عايز اسمعني لا تي سي ويني معناها ماذا بينا نرجعوها تعمل عمل معناها عملت على فكره تاع البرهان برشا يقول لي موافق فيها برهان لا وخدم البلاد على تجربه السابقه راهو البلاد راهو البلاد صوره تخدم العالم وتخدم البلاد علاش لازم نعطيو صوره معناها نتاع تونس معطله تونس ماهيش تخدم ثم مؤسسات قاعده تخدم ثم شركات قاعده تتطور لازم نعطيو صوره طيبه وكذلك معناها ثم نقطه مهمه ومهمه جدا اللي هما لي زيتيديون افريكان اللي قاعدين يجيو لتونس اللي هما سي اون مان دو ديفيز اللي ماناش قاعدين نعتنيو بهم قاعدين العدد نتاعهم ينقص بصفه مهوله كل عام ينقص حتى حد ما قاعد يتابع فيهم بل بالعكس احنا نزيدو نصعبوا لهم لي كارت دو سيجور نعطيوهم لهم كان بشافه ونحطوهم دون اون سيتواسيون ايليغال ولي تاكس اون تريبلي احنا باتصال مع منظمه لاسوسياسيون دي ستوديون افريكان يتشكي وقال لك لي تاكس اون تريبلي معناها الدوله التونسيه تحطهم دون اون سيتواسيون ايليغال بالعاني واش تاخذ منهم دي تاكس انا والله في الجانب هذا يا مدام ونحب نشوف مواضيع يا معز لو شيء هبل رانا توانسه نحن نتعاملوا مع الفارقه
ونتعاملوا مع الجنسيات الاخرى مثلا حتى اللي يجيونا ضيوف من غير اوروبا تقولش علينا النرويج نحن ولينا والله راك تشوف على كل الاجراءات وكل واحد وفي السيجور وفي الوقت تقولش السويد ولا النرويج لهنا الصرامه وكل واحد ويخسر عليك الموظف كان هذيك هي اللي غالب اللائحات والتراتيب كما قالت لك الطلبه الافارقه خممنا هذوما جايين من كريمه المجتمع اللي غادي تلقاهم وزره وتلقاهم جاي يولي وزره بالطبع وجاي مفلوس وعمرك شفت طالب افريقي عنده مشكله ولا عامل عليك فهمتي معناها ولا مدد يده ليك ولا كذا ضعيف لا عندنا لا استراتيجيه تجاههم لكن ما قالت لك مجال بتاع رعايه وتاطير ليهم ولا ضرب الموت دنيا دنيا اللحوا بالناس باش تجي يجي اقرا عندي ويجي كذا عندنا 30 ثانيه النقطه الاخرى اللي ماذا بيا نتحدث فيها اللي احنا تحدثنا في عده نقاط لكن هامه La dépréciation du dinar et la rationalisation des importations. Nous avons vu que le dinar est un peu plus important que le dinar. Les exportations sont en train de se faire. C'est un paradoxe, mais quand on a vu que le dinar, les exportations seront boostées. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Blacks, les importations sont boostées. Et d'autres, les grandes surfaces, telles que les petites lortades sous le clé, importées de l'Ubara, telles que les maouides, les maouides, les maouides, les maouides, les maouides, التوريد خاطر احنا بلاد ما عندناش الامكانيات فحسسني في الموضوع هذا ولقينا اصغاء واصغاء تام من طرف رئيس الحكومه وان شاء الله باش نجدوا هاللقاءات هذوما مع الكونيكت كمنظمه اعراف وهو قابل باش خذا كل الاقتراحات وان شاء الله نشوفهم على ارض الواقع. واضح مشكوره جدا مدام منيا جيري. كاب اف ام الكلمه ليك.